هل الراجل ما بينفقش على أسرته حكمه إيه والست تعمل إيه معاه؟ الزوجة آخد. تتصرف إزاي؟ طبعا شيء صعب جدا إن المجتمع فيه أمثلة ونماذج كتير قوي من بعض الرجال اللي ما بيقوموش بالمسؤولية والالتزام والتكليف اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بيه كراجل. أيوة. فأنا مش عايز أقول إن إحنا ننزع عنه هذه الصفة، لكن أنا عايز أفهمه وأعيه وأقول له إن لازم حد من أهل الخبرة وأهل الحكمة. كانت زوجته مثلا بيحصل بينهم نفور، انا ما عدتش متقبل منك، بطلي زن بقى وجع قلب، مش عايز يسمع منها اي حاجه. فتشوف كده زي ما احنا بنقول اللي مالوش كبير بنشتري له كبير، او يكون فيه راس في العيله، تروح لباباه لاخوه الكبير لصاحبه اللي مثلا هو بيسمع له، تتكلم معاه، تخلي ولاده يتكلموا معاه بهدوء. وبرده في حاجه مهمه يا استاذ ساره، لازم تراعي ظروفه، لان النهارده احنا شايفين اللخبطه الاقتصاديه والماديه اللي موجوده في العالم مش في مصر بس. أيوة. احنا بنتكلم على واقعنا. ما جيش النهارده زوجه مثلا كانت من 10 سنين تعود على لايف ستايل معين ونمط حياه معين، والنهارده بقى في ضربات عند ناس كتير قوي في بعض الاشغال المعينه، فلازم يحصل تنازلات، فلازم يحصل تفاهم، ولازم يحصل صبر، ولازم يحصل ان احنا الفتره دي فتره صغيره وهتعدي، مش تحصل انتكاسه. ما هو ده طبعا رائع جدا لما يكون الاساسات مظبوطه. هي الفكره ان الست برضو مش عايزين بس ندخل في قصه جدليه، الست نزلت الشغل فسابت مهامها والراجل بقى يشتغل وشايف الست. يعني امهاتنا كلنا كانوا بيشتغلوا وكانوا بيربوا في الجيل اللي موجود. يعني خلينا نقول فكره الصرف بقى هنا حصلت لخبطه، بقت ذمه ماليه منفصله والست بقت ند بالراجل. بص حضرتك، فهنا الراجل اللي يخلي الست مثلا تصرف معاه في البيت، الكلام ده نتكلم فيه نتكلم فيه نقول منشط حلو قوي، المراه تتصدق والزوج يتعفف. نشرح بقى الحياه الماليه بتاعت القوامه، ربنا قال وبما انفقوا من اموالهم لاثنين، ما قالش وبما انفق من امواله، لا ده الاثنين بيشاركوا مع بعض. انت عارفه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع، نمبر 1 رقم 1 لمالها، لفلوسها، مش عشان خاطر هو تروح هي تصرف عليه، لا خالص. وضح لنا دي واكد عليها قوي. الله يخليك. المراه ما تقلقيش، المراه تتصدق يعني تشارك، يعني تعاون زوجها، خبط بتاع الغاز ولا بتاع الكهرباء وهو مش موجود، تدفع مش مشكله وتشارك. هو مثلا قايم بشؤون البيت والاولاد وهي بتتكسب ولا عندها من اهلها مال، تجيب حياتها الانثويه حاجاتها الانثويه الخاصه بيها، مفيش مشكله طالما في تفاهم واتفاق بينهم. لكن الزوج عليه مسؤوليه الانفاق كاملا في حدود الاستطاعه وفي حدود ما كلفه الله تبارك وتعالى به وفي حدود دخله. طيب الزوج يتعفف؟ لا، انا كراجل، مش انا كاسامه، عموما اي راجل مسؤول عن كل المصاريف اللي بتحصل في اسرته وفي بيته، اولاده، البيت بقى، التفاصيل الحياه في اكل يعني وشرب. مش من حقه يقول للست انت فرض عليكي تصرفي. لا طبعا مش فرض، بس ده من نزلت الشغل. خلينا نقول زمان ومش زمان قوي كمان وموجود دلوقتي بعد النماذج، ان احنا الاثنين في شركه فبنقيم مع بعض الحياه دي عشان تنجح، احنا مشاركين مع بعض في كل حاجه، حتى احنا كمصريين في موضوع الشقق وتجهيزها والعفش والقايمه بنقول 50-50 بالنص، بيدخل واحد يتجوز او يتقدم لواحده عشان يخطبها فبيجهزوا كل الديتيلز اللي موجوده جوه البيت والتفاصيل كلها من عفش بقى واجهزه كهربائيه وما اعرفش ايه وستاير وكل وجع القلب اللي بيشغل الناس دي، اقول لك 50-50 بيقسموه بالنص، مفيش مشكله خالص. ولكن لو في زوج حب ان هو يقول انا كراجل الحمد لله ميسور وربنا كرمني انا حابب اقوم بكل الحاجات دي كلها، مفيش مشكله. لا والنبي الحاجات دي بتعقد شويه ده. لا دكتور موجود يعني اكيد طبعا الا من رحم ربي، بس احنا اللي بنتكلم بقى على كميه الاتصالات المتعبه بتتعب قلب الواحد جدا والله. تتصل كام كل يوم تقريبا يجي لنا اتصال ما بيصرفوش، ما بيصرفش عليا ومعامله وحشه ليا والاولاد، فهو ده بقى للاسف الشائع. احنا قلنا حديث سيدنا النبي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وحطوا قدامك الايه دي واحنا بنتكلم عن اسم الله القيوم، الرجال مالش الذكور عشان تبقى راجل بجد، الرجال قوامون على النساء، قوامون يعني هما الاثنين بيقوموا حياتهم للافضل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، قائم على حياتك، انت قائم ومسؤول عن شؤون اسرتك، انت وهي، مش انت لوحدك، انتوا الاثنين بتكملوا في شراكه. انت عارفه حضرتك لو في وضوح في المعامله، هو يجي يتكلم معاها ويقول لها مثلا انا عندي ظروف كذا وعندي حياتي عامله كذا، والله العظيم مش عايزه يعني ابالغ ولا اجامل، الست المصريه بتبقى جدعه، لو جوزها ده جدع معاها وراجل وليه تاريخ معاها كويس فبتقول لك نستحمل ونشيل ونكمل مع بعض الطريق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، التفضيل
مش تفضيل ابدا بالمال، ولا تفضيل انت اعلى وانا ادنى بالزبط. خالص، التفضيل بالعطاء، التفضيل بقيمه ده المسؤوليه. ده ليه نوعيه صفات وهي نوعيه صفات فبيكملوا بعض. ما هو في حاجات معينه الانثى او الست هي اللي تقوم بيها، هي اللي تقدر، حتى احنا نقول كمصريين ده مملكه الست البيت، وهي اللي تعمل مش عارف ايه، وهي اللي بتظبط بيتها على اكمل وجه. حتى لما راح احد الناس يشتكي لسيدنا عمر في يوم من الايام كده، راح يخبط على باب سيدنا عمر يشتكي من مراته، فلقى سيدنا عمر عامل حوار برضه مع مراته في بينهم خلاف، فالراجل خلاص قال لك يا عم ده سيدنا عمر عنده خلاف، انا اخد بعضي وامشي. انا اخد بعضي وامشي بقى خلاص. سيدنا عمر هوب كان طالع فشافه، قال له خد تعالى انت رايح فين؟ قال له والله انا كنت جاي اشتكي من مراتي وفي شويه لخبطه واختلافات، فلقيت عندك نفس الحال. فقال له بقى مقوله لازم نقولها، قال له اليست طاهيه طعامي، غاسله ثيابي، مربيه اولادي، قائمه على شؤون بيتي، افلا اتحملها في وقت الشده؟ يعني انا الست بتعمل كل العطاءات دي كلها ومساعداني ومشاركاني. يا كل زوجه بتسمعني النهارده، مفيش راجل وحش ومفيش ست وحشه، في راجل معرفش مفتاح مراته وفي ست معرفتش مفتاح جوزها عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض. والحق يتقال برضو في اساسات بتبقى في مجتمع بيضة. محتاج يوعي. أيوة. في ام محتاجه تربي. أيوة.